طب نسمع حكاية هالة بقى. قولي لي يا هالة ايه حكايتك؟ انا كان في اول الامر كان دي لوالدتي، كانت بتجهز اختي، وبعد كده جت والدتي اتدينت، وجت والدتي اتدينت في جهاز اختي، بعد كده انا سديت الدين ده، وبعد كده انا معرفتش. والدتي اتدينت ليه؟ عشان جهاز اختي. عشان جهاز اختك. وجيت انا بعد كده شلت الحاجات دي عن والدتي وسديت انا الديون دي، وبعد كده انا معرفتش اسد الديون دي. كانت كام الديون اللي هنا؟ كان حوالي 50,000 جنيه. وجي بعد كده انا معرفتش اسد الديون دي. الجهاز بقى كان ايه؟ كانت يعني تلاجة وغسالة؟ طبعا حاجة العروسة كلها وكده. فجيت بعد كده راجل كبير مسن وكده. فجي بعد كده. ما عندكيش اخوات بيشتغلوا وما عندكيش حد؟ لا، كل واحدة متجوزة. فانا الوحيدة اللي يعتبر كبيرة بتاعتهم، وشلت المسؤولية عن والدتي. فلما لقيتي امك اتدينت قلتي لا انا هشيل عنها. انت متجوزة هنا؟ ومعايا 4 اولاد. فطبعا لما الزوج يعرف موضوع الديون دي بعد اصبحت انا في الشارع انا والـ4 اولاد. اصبح ان الديون دلوقتي بتطاردني في كل مكان وفي كل وقت. الـ4 اطفال في مراحل تعليم مختلفة، كان من اول الثانوية العامة لغاية الابتدائي. ما قدرتش ان انا اوقفهم او اقعدهم، لا كملت واشتغلت، وجت مصر الخير انقذتني قبل ان انا ادخل السجن. كنت خلاص داخله السجن؟ كنت خلاص. وانت فعلا ضمنتي جوزك كمان علشان يعمل ورشه؟ لا، هو كان في اول موضوع كانت والدتي، وجي هو جه موضوع الثوره وكده. طبعا كانت موضوع الصناعات طبعا معظمهم كانت وقفت وكده، فكانت معظم الوقت كله واقف مع الحاله، واقفه مع الناس كلها. نزلت واشتغلت والحمد لله اجتهدت، وجت مصر الخير كملت وسدت لي الدين دوت. بس كنت خلاص كنت داخله السجن؟ ما توقعتش. كان يوم النتيجه بتاعت ابني ما بانت، يوم مصر الخير اتصلت عليا. حسيتي بايه ساعتها؟ حسيت ان انا اتولدت من اول وجديد. دول 50,000 جنيه هم دفعوا لي 15,000 وكملوا معايا حاجات تانية، وانا اشتغلت وكملت وسديت. بقيت اشتغل، وحاليا انا بشتغل ليل ونهار، بالليل في مستشفى والصبح بشتغل. امك بتقول لك ايه؟ امي بتعيط ليل ونهار على حالتي اللي بعد ما كنت ست بيت وقاعده في بيتي ومعززه مكرمه، اصبحت بره البيت بشتغل وهنا وهنا وعندي. بس الشغل شرف. طبعا طبعا، والمهنه اللي انا بشتغل فيها الحمد لله تشرفني. اي مهنه تشرف ما دام مهنه شريفه ومحترمه. طبعا. هي مهنه شرف. واحلى ما في الموضوع ان هم اللي حقوني، لان انا بت ليله في الاسم شفت اللي محدش شافه. حصل لك ايه في الاسم يا هالة؟ حاجات ما تنفعش تتقال، مهانه ومذله في 24 ساعة مش في 3 اشهر زي ما الحاجة قالت. ومن قبل ما اطلع وانا بعد ما طلعت، الناس طبعا اصحاب الديون ديت بهدلة بهدلة جامدة، وبهدلة لعيالي وحاجات كتير قوي قوي ما تتقالش بس تتحس. كل ما بقعد بيني وبين نفسي وافتكر كل اللي حصل احس ان عايشة كنت عايشة في كابوس. وساعة ما اتصلوا عليا وقالوا لي ان انت اخترناكي ام مثاليه، حسيت ان شمع ربنا سبحانه وتعالى بعتها لي في الوقت المناسب. واحلى ما في الموضوع ان هم كلهم عيالي متفاهمين ومعايا وفي حضني، وان هم ربنا يحميهم كلهم طالعين من الاوائل، ودي احسن حاجه عندي في الدنيا، اهم حاجه في الدنيا. ونفسي اكمل بيهم، وكل اللي انا بحاول انا اعلمه لهم الصح والغلط والحلال والحرام، عشان تبقى ام واب فاضلين، يطلعوا ينفعوا بلدهم ويبقوا حاجة كويسة.